أهلا بكم. الأعمال الكبيرة لا تأتي إلا من طرف أناس يعني قاموا بتضحيات كبيرة ومروا بتجارب عميقة على المستوى الإنساني. نستحضر اليوم تجربة الكاتب الروسي الكبير دوستوفسكي بعد قضائه لأكثر من 4 أعوام بالسجن الانفرادي ومحكوم عليه بالأعمال الشاقة، ليخرج بعدها مؤلفا وكاتبا كبيرا لأعمال الجريمة والعقاب والإخوة كارامازوف، مدلون ومهانون والمقامر والمراهق، وكذلك يعني روايته الجميلة جدا الفقراء. من طبيعة الحال هذه الأعمال لم تكن لتخرج بهذه الصيغة النهائية لولا هذه التجربة الإنسانية العميقة، تجربة الاعتقال. نستحضر هنا الكاتب وتجربة الاعتقال، ابقوا معنا. الأديب الروسي دوستوفسكي، والذي انقطعت صلته الحديثة بالأدب بعد القبض عليه بتهمة معارضته للإمبراطور الروسي وقتها، حيث قضى 8 أشهر نال فيها معاملة الصمت في سجن انفرادي منعزل لم يخاطب فيه بشرا ولا طيرا، حتى أن المساجين كانوا ينتعلون أحذية مخملية لا تحدث وقعا ولا ضجيجا في أروقة السجن، حتى يشعر السجين أن ليس هناك بشرا سواه في هذا العالم، ولا يردون عليه ولا على صياحه ولا على كلامه، ولا يظهرون عليه عند إعطائه حصته من الطعام ليتكفل الجنون به. ثم اقتادوه بعد ذلك وهو يرفل في السلاسل مرتديا كفنه، وأمروه أن يحفر قبره بنفسه، ثم وقف على رأس الحفرة أمام فرقة إطلاق النار التي أعدت بنادقها وصوبت نحوه في مقتل بانتظار قائدهم. ويدخل مشهد جندي مسرع لاهت معه آمرا بالتراجع عن إعدامه، ولا يعلم دوستوفسكي وقتها أنها كانت تمثيلية مرتبة لكسر روحه. ينتقل بعدها إلى الأشغال الشاقة بسجن جديد في سيبيريا ل4 أعوام طالته فيها أمراض عديدة. بعد السجن كتب دوستوفسكي روايات لم يرى أحد مثلها قط قبله، وجدت سبيلها للكهوف المظلمة في النفس الإنسانية، وتغير بعدها وجه الأدب. كتب سيغموند فريد مقالات تحليلية لروايته، وقال عنه نيتش القاسي في أحكامه أنه عالم النفس الوحيد الذي تعلم منه شيئا، بل إنه كان يعد من أفضل ما حدث في حياته بوجه عام. حتى الفيزيائي ألبر أينشتاين نفسه اعتبره من العباقرة القلائل الذين تفوقوا على جاوس عالم الرياضيات الشديد الشهرة. وقال عنه الأديب الأمريكي أرنيست هيمنغواي إن قراءة أعماله تغير ما بنفسك بتنقلها من الهشاشة والجنون والقداسة والشر. لهذا يمكنك أن تثق أن رجلا كهذا مثل دوستوفسكي كان يعي ما يقول، إذ كان يردد دائما أن تحيا بلا أمل هو أن تكف عن الحياة. كان معكم عبد الثورة، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. لا تنسوا دعمنا في القناة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.